بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده هنا في السلسلة بتاعت الجافا سكريبت هنبدأ نتكلم عن حاجة جديدة، وهي اللوبس عندنا في الجافا سكريبت بتتعامل معاها إزاي. لو أنت كنت اتفرجت على كورس البي اتش بي، الكورس اللي إحنا كنا عاملينه عن البيزكس بتاعتها، لو مشفتوش هتلاقي اللينك في الديسكربشن لو حابب أنت تشوفه. كان عندنا في بي اتش بي كذا نوع من أنواع اللوبس، مثلا عندك الدو وايل، عندك الوايل، عندك الفور، عندك الفور اتش، وعندك الريكرشن. يعني الريكيرجن في ناس بتعتبروش ان هو نوع من انواع اللوبس، وفي ناس تعتبره ان هو نوع من انواع اللوبس. يعني هنتعامل معاه لان هو دلوقتي مش لوب تايب، لان بنسبه كبيره في ناس الاغلب هم بيعتبروه لان هو الجوريثم، فاحنا ممكن نشيله من الليسته. بس دي انواع اللوبس الاساسيه اللي موجوده عندنا. طيب في جافا سكريبت عندنا نفس الانواع بالظبط، عندك الفور، عندك الوايل، عندك الدو وايل، وعندك الفور اتش. تعال نتكلم عن كل واحده فيهم دلوقتي. انت اول حاجه طبعا هي الوايل، او تعالى نبدا بالفور، لان الفور في جافا سكريبت مختلفه شويه، فيها ثلاث انواع تحتيهم. في الفور اللي هي الطبيعيه اللي موجوده في بي اتش بي وفي اكتر من لغه، انت بتقول فور الانيشال كونديشن او الانيشال فاليو، معلش، بعد كده الكونديشن معين، كونديشن ده كونديشن، بعد كده عندك اللي هو الانكريمنت او الديكريمنت بتاعتك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندي انيشال فاليو، نقول الانيشال فاليو دي هتبدا انت بيها ان مثلا ليت الاي بتساوي زيرو، بتعرف متغير هنا اللي هو الاي، ما تستخدمش الفار كيورد هنا، اياك تعمل كده، هنعرف ليه قدام يعني، بس دي بتبقى فيها حاجه مشكله بالسكوبس هنعرفها بعدين، فما تستخدمهاش، استخدم بس ليتل اي ايكوال زيرو. طيب ليتل اي بتساوي زيرو، دي كده الانيشال فاليو اللي هو انا ببدا العد من زيرو. لو خليتها مثلا ليتل اي ايكوال 5، انا كده ببدا العد من 5، فدي الفاليو اللي انا ببدا بيها. الكونديشن ايه؟ الكونديشن ده مثلا اللي هو الحاجه اللي انا بتشيك عليها. يعني انا دلوقتي مثلا بفضل اقارن الاي دي بحاجه معينه، هي دي بقى الكونديشن بتاعي. طول ما هي بتتحقق الاكسكيوشن كود اللي موجود جوه هنا جوه الفور ده، لو قلت لك مثلا تفضل تعمل كونسول لوج هلو، الكود ده بيفضل يتحقق طول ما الكونديشن ده بترو. طيب فازاي بخليه يتحقق؟ ممكن مثلا تقول ان الاي دي اصغر من 10، يبقى كده ده كونديشن ترو دايما، اللي هو ده بزيرو هتتحط هنا بالريبليس بتاعها، تبقى كانك بتقول زيرو مثلا اصغر من 10، بعد كده ان هو يبدا يحقق الكود ده. طب ايه الانكريمنت والديكريمنت دي؟ الانكريمنت والديكريمنت اللي انت تزود الاي دي عشان ما يحصلكش انفينيتي لوب. يعني ايه انفينيتي لوب؟ يعني احنا لو عملنا رن بالشكل ده كده، فين هنا؟ بص هتلاقي الويب سايت مهنجه وفي لودنج كتير كده، ده بسبب الانفينيتي لوب اللي حصل. فتعالى نكل البيج دي، يعني اعذر بقى البراوزر دلوقتي لان هو كده هنج جامد، وقفل دي خالص لو لحقت ان انا اقفلها يعني. تمام، حصل انفينيتي لوب. الانفينيتي لوب دي بتعمل ايه؟ زي ما انت شفت بتموت الدنيا، قتلت البيج كده وخلاص، البيج مبقتش قادره تاخد نفسها كده وفقدت الشغف في الدنيا، لان الميموري اللي موجود عندي دلوقتي يعني النود جي اس نفسها تلاقي مثلا نفترض انها بتاخد 100 ميجا من الميموري بتاعي، فالانفينيتي لوب بتفضل تستهلك الميموري، تستهلك 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 لحد ما تنسفه، بتبلع الميموري كله زي جوجل كروم كده. فلما الميموري ده بيخلص خلاص ما بقاش حاجه فيه موجوده انها تقدر تشتغل، فالانفينيتي لوب بتسبب كده. طب انت عشان كده بتعمل ديكريمنت او انكريمنت لحاجه. الديكريمنت ان انت تقدر تقول مثلا اي بلس 1 او اي بلس 2، لو انت عايز تسكيب يعني ان انت تزود اتنينات بس تبقى 2 4 6 8، اي بلس 3 مثلا 3 6 9 وهكذا. طيب هنخليه اي بلس بلس بس اللي هو هتزود واحد. طيب لو جيت دلوقتي كده فتحت اللوكال هوست، جيت عملت فتحت الكونسول، طيب هتلاقي ان هو بيقول لك هلو 10 مرات، يعني فتح كلمه هلو دي او طبع كلمه هلو دي 10 مرات. يعني اللي بيحصل ايه؟ اول ستيت اللي هي مثلا ستيت 1، ستيت 1 انت دلوقتي عندك الاي بتساوي 0، جميل جدا، والكونديشن اللي انت بتقارن بيه اي اصغر من ال 10، يعني الصفر اصغر من ال 10. طيب لو ده ترو هتعمل كونسول دوت لوج لكلمه هلو، لو فولس مش هتبقى حاجه. طيب يبقى دي كده بوست بتتعمل ان انت الاي بتساوي 0، وبعد كده بتقول اي بتساوي اي بلس 1 y بلس 1. طيب كده دلوقتي ستيت 2 معاك الاي بتساوي 1، الواحد اصغر من 10، كونسول دوت لوج على كلمه هلو، بعد كده الاي بتساوي اي بلس 1، هتبقى ستيت 3 الاي بتساوي 2، وهكذا هتوصل توصل 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 لحد ما تلاقي ستيت 9 الاي بتساوي 9. الاي بتساوي 9 التسعه اصغر من 10 ولا لا؟ تمام بتحصل، كونسول دوت لوج اخر مره على كلمه هلو، والاي دي بتساوي اي بلس 1، يعني هتبقى في الاخر ستيت 10 اللي هي الاي بتساوي 10. الاي لما بتساوي 10 هل ال 10
اصغر من 10؟ لا مش ترو، لان ال 10 بتساوي ال 10، فكده خرج بره اللوب دي، مش هيعمل الكونسول لوج باي حاجه، هنا اللوب بتقف. عشان كده تلاقي ان هو طبعا 10 مرات بس، اللي هو صفر الستيت 1 الاي بي صفر، بعد كده بواحد اتنين تلاته لحد ما توصل ل 10. لو خليتها اكبر من اصغر من او تساوي هتلاقي ان هو طبعا 11 مره. سوري طبعا نسيت امسح كل الكلام ده. هتلاقي ان هو طبعا 11 مره بالشكل ده. طيب دي الفور لوب الطبيعيه اللي الناس بتتعامل بيها عندنا في بي اتش بي كده، ممكن تكون في لغات تانية زي بايثون مثلا تكون بالشكل ده. تعال نشوف بقى اللي مختلف في جافا سكريبت. جافا سكريبت عندها نوعين كمان من الفور لوبس. قبل نشوف النوعين دول تعال نشوف بس كده اكزامبل عشان نعرف النوعين دول هيفيدونا بايه. لو قلت لك ان عندي ليتل تو دوز دي بتساوي اري، اري مثلا حاجه شبه كده، يعني لو خدنا الاري الكبيره دي قلت لك مثلا حاجه بالشكل ده كده، ورحت قايل هنا فوق خالص عشان بص يعني هي كدي كبيره قوي، فاقول مثلا دي التو دوز بتاعتي. طيب دي التو دوز اللي انا شغال بيها. تفتكر بقى هل انا قاعد فاضي؟ انا ما اعرفش هم كام تو دو الكوتان يعني، بس اخر حاجه هم 200 تو دو. هل انا قاعد فاضي ان انا ابص فيهم واحده واحده واعرف مثلا مين كومبليتد ومش كومبليت؟ كتير قوي. او مثلا تخيل بقى ان انا عايز اكونسل لوج التو دوز بتاعتي الاي دي رقم 0، هات لي منها التايتل. تلاقي ان هو قال لك ايه هنا؟ ما علينا، بس يعني هتلاقي ان هو جاب لك التايتل بتاعها. يلا هنكملهم بقى لحد 200 ان شاء الله، واعدي عليكم بكره لحد ما تجيبوا التايتلز بتاعتهم كلهم. لا مش هنعمل كده اكيد. هنا يجي دور الفور لوب او اللوبس عموما. ممكن تقول فور ليت الاي بتساوي 0، بعد كده الاي اصغر من التو دوز دوت اللينث، كنا شفنا البروبرتي دي او الفانكشن دي قبل كده. وممكن انت تقول بقى الاي بلس بلس. دلوقتي مثلا قلت لك كونسول دوت لوج اي عشان تعرف هتتبعها كام مره، تلاقي انت اتبعت 199 مره، اللي هم 200 يعني، لان في واحده فيهم الاي بتساوي 0، يعني هم كده اتبعت 200 مره. فكده الموضوع بقى يعني سالك اكتر، ممكن تقول التو دوز بالاي هات لي منها التايتل بس، هتلاقي ان هو جاب لك التايتل بتاعت ال 200 واحده دول. حاجه تانية يعني ممكن بقى نقول مثلا لا انا عايز اعرف بس اللي هم النوت كومبليتد، فاقول مثلا اف التو دوز دوت سوري بالاي دوت الكومبليتد، انا عايز اللي ما كملتش، يعني انا لو دولت دوت الكومبليت بس كده هلاقي ان الدي ترو هي اللي هتجاب، لا انا عايز اللي هي بالفولس. فهتقول له ايه تاني؟ هتقول له مثلا كونسول لوج بقى ساعتها، كونسول لوج على التو دوز بالاي دي دوت التايتل بتاعها. هتلاقي ان هم قالوا يعني لو خلينا مثلا هنا في اي كده عشان نعرف دي كل واحده كام، 199 مره. هتلاقي ان هم قالوا يعني 0 1 2 4 عمل سكيب ل 3 5 بعد كده عمل سكيب مثلا ل 7 12 17 20. هم طبعا هتلاقي ان هم بتوصل لحد الاي بي 199، لان الاخيره دي انها بترو، لو خليتها مثلا ترو كده هتلاقي ان هي بقت 193، عمل سكيب لكل اللي قبلهم اللي كانوا ترو وهكذا. يبقى انت كده بتجيب الانفينيشد بزنس بس، اللي هو كل التاسكات اللي انت مش مكملها. طب بص احنا كتبنا لاينز قد ايه؟ بص كتير جدا. ممكن بقى نبسط الموضوع ازاي؟ النوع التاني من الفور عندنا هو اسمه الفور ان. الفور ان ده هتلاقي ان ليه شورت كات كده، والنوع التالت اسمه فور اوف برضه ليه شورت كات. اللي احنا هنتعامل معاه دلوقتي هو الفور اوف. الفور اوف ده بيعمل ايه؟ بيقول لك كونست اتريتور اوف اوبجكت. الكونست اتريتور ده اللي هو الايتم الواحده من الحاجه اللي انت بتلوب عليها. يعني ايه؟ يعني دي دلوقتي كده دي بس الوحدة اللي انا عامل عليها سيلكشن دي هي ايتمايه واحده، تدوهايه واحده بس من جروست التو دوز الكتير اللي موجوده عندي. طيب انا بقى هي دي اللي انا عايز اتعامل معاها، مش انا كنت اصلا باكسس اقول تو دو او تو دوز بالاي، يعني كنت باكسس تو دوهايه واحده بس، ده اللي انا هعمل له باس هنا، فاقول له كونست تو دو اوف التو دوز بتاعتي. لو عملت كونسول لوج على التو دو دي تلاقي ان هو جاب لك كل تو دوهايه لوحدها لحد اللي بالاي دي بتاعها هنا رقم 200. طيب هنا بقى الموضوع بقى اسرع شويه، ممكن اقول له مثلا اف نوت التو دو دوت الكومبليتد كونسول لوج على التو دو دوت التايتل. بص هتلاقي ان هو جابهم لك كلهم برضو نفس الحاجات اللي يعني مش موجودين معاها الكومبليتد. ممكن نكون كاتينيك كده مثلا يعني عشان تبقى برضو الموضوع واضح اكتر، التو دو دوت التايتل از نوت تو دو واز نوت كومبليتد مثلا. هتلاقي ان هو جاب لك اللي هم نوت كومبليتد بس اللي هي دي. اخر واحده لو خليتها فولس، خلينا مثلا نخليها حاجه مقريه يعني عشان نعرف ان هي دي، تقول مثلا سكرين كاست او فينيش سكرين كاست، فينيش سكرين كاست. هتلاقي اخر واحده اهي فينيش سكرين كاست از نوت كومبليت. سيبك من الهري ده كله انا مش فاهم منه اي حاجه، هيقول لك فينيش سكرين كاست از نوت كومبليت. يبقى احنا كده عرفنا ان دي ايكوفيلنت بالظبط اللي احنا كنا عاملينها من شويه. طب ايه بقى الفور ان دي؟
الفور ان بتلوب على الكيز. ايه هي الكي؟ يعني دي دلوقتي احنا عارفين ان دي الكي بتاعها مثلا. هنمسح كل ده ونبتدي من الاول. نقول مثلا ليت دوز دي بتساوي ار اي. اقول واحده فيها اوبجكت مثلا الاي دي بتاعها واحد، والتاسك بتاعها اللي انا هعمله مثلا فينيش سكرين كاست، ودي الستاتس بتاعتها نوت فينيشد، او عشان نبقى كونفنشن يعني نقول ان هي دن بفولس. ايه اللي هو دلوقتي الكي بتاعي؟ الكي هنا هو زيرو، مش احنا كنا بنأكسس ان دي الزيرو اليمنت بتاعي، وان ده الاي دي هو ده الكي بتاعه. الفور اوف بقى بتلوب على الكيز دي كلها. فانت ممكن تقول مثلا فور اوف فور سوري الفور ان، الفور ان هي اللي بتلوب على الكيز. فانت ممكن تقول دلوقتي فور مثلا كي اوف سوري ان تو دوز. المنظر ده كده لو جيت عملت دلوقتي كونسول لوج على الكي ده تلاقي ان هو جاب لك زيرو، اللي هو الكي بتاع الاري دي او الاوبجكت ده، يعني الاليمنت ده الكي بتاعه بزيرو، وده الاليمنت التاني هيبقى الكي بتاعه بواحد وهكذا. طيب انت ممكن تستخدمها بقى الاوبجكتس نفسهم، دي بتجيب لك الاندكسز بتاعتها، فاحنا مش محتاجين ده. ممكن تقول مثلا ليت اليوزر بيساوي اوبجكت كامل من غيره، هنا هيبقى اسمه يوزر. نقول ان اليوزر ده عنده ايه؟ نقول مثلا عنده الفيرست اندرسكور نيم هيبقى انا اللي هو مثلا احمد، واللاست اندرسكور نيم هيبقى اسامه. في مثلا الايج ده هيبقى 19، الايميل مثلا example@gmail.com. عندك مثلا ايه تاني؟ نقول مثلا اليونيفرسيتي عين شمس، للاسف عين شمس يونيفرسيتي. الفاكولتي فاكولتي اوف انجينيرنج مثلا. دي الانفورميشنز بتاعت كل يوزر عندي. نقول ان احنا عندنا يوزر تاني وخدنا كل الكلام ده يعني كوبي وعملناه، هنغير بس النيم وهكذا، بس دي الكيز اللي موجود عندي كذا 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 كذا. وممكن يبقى فيه هنا مثلا ميثود تشينج فاكولتي مثلا، ودي نفسي تحصل. هنقول ان دي this of faculty بتساوي مثلا faculty of business مثلا. طيب لو جيت عملت ريفرش هتلاقي ان هو جيب لك first name last name age email university faculty change faculty. يعني دي بيعملها على انها key او property موجودة جوه الobject بتاعي كله. طيب انا دلوقتي معايا كل الكيز اللي عندي جوه اليوزر بتاعي object كله نفسه. ممكن اقول لك مثلا ايه console.log الاوبجكت اللي معايا بالكي اللي معايا. تلاقي ده تقول لك احمد اسامه 19 اكزامبل كذا كذا، وفي فانكشن. طيب لو قلت لك مثلا كونسول لوج تايب اوف الكلام ده، هتلاقي واحد منهم اثنين منهم سترنج، بعد كده واحد نمبر، بعد كده مثلا واحد سترنج. ممكن نعمل حاجه ظريفه نقول له مثلا اف ان التايب اوف اليوزر بالكي، يعني كل اليمنت من دول لو التايب بتاعه بيساوي function اللي هو الاخيره دي function، هتعمل لها invoke. فتقول له يوزر بالكي واعمل لها invoke. لو جيت دلوقتي كده بره خالص قلت لك console log على مثلا اليوزر ده، الفاكولتي كانت هنا محطوطه engineering، دلوقتي بقت ايه؟ بقت فين هي الفاكولتي؟ بقت faculty of business، يعني اتغيرت. والفانكشن دي فعلا اتعمل لها كول انا من غير ما اعمل اي حاجه، ومثلا اجي اقول لك اليوزر دوت كذا، اللي هي هنا يوزر مثلا دوت change faculty، لا هي الفور ان الوحده اكسس كل الكلام ده وعملته. ممكن بقى بدل دي اجي في الاخر اقول له بعد كده مثلا اعمل كونسول لوج على اليوزر بالكي، هتلاقي ان هي بيقول لك احمد كده اسامه بقى كذا كذا كذا. ايه ده؟ الفاكولتي اوف انجينيرنج لسه ثابته زي ما هي. ده لان احنا جوه الفور لوب لسه، فاليوزر اوبجكت اللي معايا ده لسه ما اتغيرش، انما بره الاوبجكت ده لو خليتها كده مثلا فاكولتي فاكولتي از نوت ديفايند اسمها ايه؟ لازم تبقى سترنج سوري، تلاقي ان هي بقت فاكولتي اوف بزنس يعني. طيب لحد هنا يبقى احنا كده خلصنا الفيديو ده. دي كانت كده كل انواع الفور عندنا في جافا سكريبت. الفيديو الجاي ان شاء الله نبدا نتكلم عن نوع تاني من اللوبس، وهو الوايل مع الدو وايل. نقدر نشوف ان احنا ازاي نقدر نستخدمهم والفروقات ما بينها وما بين الفور لوب. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالفيديوهات دي اول ما تعملها ابلود. هتلاقي في الديسكربشن السوشيال لينكس بتاعتنا لو حابب ان انت تعمل لنا فولو. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده. شكرا والسلام عليكم.